والسلام على سيد المرسلين. أود في البداية أن أجدد التنويه بانعقاد المنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي في دورته 21، والذي عبره تجسد المنظمة دورها ورسالتها وقضايا أمتها وقضايا الإنسان. حديثي معكم في الموضوع الذي تقرر وهو إشكالية النموذج التنموي وموقع الجامعة، وهو سؤال الإجابة عنه قد تبدو سهلة، لكن عندما نذهب في العمق للبحث في القضايا والإشكاليات التي طرحت حول هذا الموضوع نجد أن الأمر ليس كما قلت بالبساطة أو بالسهولة المتصورة، أن الأمر لا يتعلق بشعار للاستهلاك كما لا يتعلق بقضية ظرفية موسمية نملأ بها نقاشاتنا ثم نمر إلى قضايا أخرى. لا، قضية النموذج التنموي بالنسبة لبلدنا قضية مصيرية ومحددة لمستقبله. الاعتبارات متعددة، لكن البعض من هذه الاعتبارات والمرتبط بالجامعة نحتاج إلى أن نتوقف عليه اليوم. أولا، السؤال حول أن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي جديد لم يعد موضوع خلاف أو نقاش، كما أن السؤال أن الأمر لا يتعلق بمجرد تحسين أو القيام بعملية معالجة بعض الإشكاليات هنا وهناك، بل الأمر يتعلق بنموذج تنموي جديد بمراجعة عميقة وشاملة. أيضا هذا الأمر لم يعد محط نقاش، بحيث أن مختلف الفاعلين بغض النظر عن مواقعهم السياسية، يعني مجمعون على ذلك، والبعض هنا رأى يتحدث بلغة الحاجة إلى إحداث قطائع ومن مواقع مختلفة، وهذه مسألة ثانية. فالأمر لا يتعلق بمجرد تحسين ولا يتعلق بأن هذا موضوع خلاف. نعم، هنالك نموذج تنموي نحسنوه نعدله نطوره. لا، الآن النقاش وطني، هو نقاش على الأقل يتسم بقدر من الحسم والوضوح في هذه النقطة، أن المغرب في حاجة لنموذج تنموي جديد، أن هذا النموذج التنموي الجديد لن يكون نتاج عملية تحسينية أو بل مراجعات عميقة وتحول حقيقي في المسار التنموي لبلدنا. دي جوج ديال النقاط عليها الإجماع. النقطة الثالثة، وهي أن بلدنا في سياق إعداد وبلورة نموذج تنموي جديد برهانات متعددة سأعود إليها في النقاط الموالية، في سياق هذا الجواب نلمس تعبئة وطنية تدريجية، لأنها لم تصل بعد إلى أن تشكل نفس عام، ولكن اليوم الحمد لله أولا خطاب جلالة الملك قبل في سنة 2017 ثم 2018 كان دعوة صريحة وواضحة إلى نموذج تنموي جديد، وأن النموذج التنموي الحالي قد بلغ مداه، وأن المحك لقياس أثر أي نموذج تنموي هو ما ينتج عنه على مستوى التشغيل، على مستوى الخدمات العمومية والحقوق الأساسية، أو على مستوى الفوارق الاجتماعية والمجتمعية. والمشكل المطروح حاليا أنه رغم
بعض المساهمات والمبادرات لم نصل بعد، وهذا شيء سنكون واضحين فيه، إلى أن تنطلق دينامية وطنية حول هذا الموضوع. يعني في الوقت اللي كاين وعي جماعي، كاين نداء ملكي، قيادة ملكية لهذا الورش، ولكن الخيارات مختلف الفاعلين وبالشكل المطلوب في ربح رهانة هذا الورش المصير لمستقبل بلدنا لم يتحقق بعد بالشكل المطلوب. وهذه مسؤولية ديال مختلف الفاعلين على المستوى السياسي والحزبي والثقافي والاجتماعي. لهذا المبادرات والنقاشات حول هذا الموضوع محدودة، وأنا هنا أنوه بكون أن المنظمة اختارت محورا للنقاش مساءلة ومدارسة مستقبل النموذج الجماعي، وأنا أدعو إلى أن تنخرط المنظمة في دورة مذكرة تساهم بها في هذا النقاش، وأن يكون موضوع نقاش على مستوى الوطن. طيب، لماذا النموذج التنموي بلغ مدى ولا يمكنه أن يستقر، ولا يمكن لبلدنا أن تتقدم بدون نموذج تنموي جديد؟ أنا أعطيكم بلغة رقمية. الجامعة المغربية في التسعينيات كم كانت تخرج من طلبة؟ حوالي 20,000، ثم عدد الخريجين الجامعة اليوم خريجين الجامعة المغربية 130,000، 6 مرات. بمعنى الاقتصاد الوطني الذي كان معني بإنتاج أو بتوفير مناصب شغل ل 20,000 من حاملي الشهادات خريجي الجامعات، اليوم عليه أن يوفر 6 مرات تلك المناصب. اقتصاد وطني لم يتطور 6 مرات. إذن هذه المسألة الأولى اللي بها كنقيس قدرة أي نموذج تنموي على توفير مناصب شغل، وهذا سؤال مصيري بالنسبة إلينا. لأن اليوم الجامعة المغربية عدد الطلبة حوالي 1,000,000، بعد 5 سنوات 1.5 مليون، وخريجي الجامعة سيتضاعف، يعني سنصل على الأقل 150,000-160,000. ولهذا عندما نناقش قضية البطالة في بلدنا، نعم البطالة العامة أقل من 10%، ولكن بطالة حاملي الشهادات من الشباب في المدن كم هي؟ 40%، 4 مرات المعدل ديال البطالة. أي نموذج تنموي نقول بأنه نموذج فعال منتج كذا، نقيسه بمدى قدرته على توفير مناصب شغل الخريجين الجامعة. الأمر لا يتعلق فقط بالخريجين الجامعات، بل أيضا بالخريجين ديال التكوين المهني. ونعطيك المربع، قبل 20 سنة كم كان عدد طلبة أو المتدربين في التكوين المهني؟ لا يتجاوز كان في حدود 130,000. هذا مجموع المتدربين. اليوم مجموع الخريجين يناهز 200,000، 200,000. بمعنى أننا يعني خريجين ديال التكوين المهني حاملي شهادات، بالإضافة إلى خريجي الجامعة، نحن نقارب 300,000. والاقتصاد الوطني فاش يكون في وضع حي لا يتجاوز ما ينتجه من مناصب شغل 100,000 أو 120,000. الهوة الصارخة ما بين عدد الخريجين حاملي الشهادات من الجامعة أو التكوين المهني وما بين مناصب الشغل المحدثة، هذا الهوة تفسير أو أحد الأسباب أو العناصر المفسرة لها يتعلق أساسا بأن النموذج التنموي الحالي بلغ مدى، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن نعمل على تحسينه، وأن نقول نذهب الصناعة نرفع من قدرتها على إنتاج مناصب شغل، نذهب إلى قطاع الخدمات. هذه كلها أجوبة تقنية
لا تحل المشكل، بل بالعكس المغرب في حاجة إلى جواب عميق وشامل، نموذج جمهوري جديد. هذا المعطى الأول اللي هو معطى محدد مرتبط بإشكالية أنتم كتواجهوها باستمرار. ونحن نتذكر قبل 20 سنة كنا نقول نسبة التمدرس الجامعي لا تتجاوز 10-12%، كنتذكروا هذا. دابا الآن نسبة التمدرس الجامعي تجاوزت 35%، أي الشباب اللي هما في سن الجامعة بمعنى ما بين 18-24 سنة، كم نسبة الشباب منهم التي تدرس في الجامعة؟ وهذا الأمر مرشح للارتفاع في المستقبل. لكن عندنا واحد المعطى عنده أبعاد ديموغرافية، جامعية، اقتصادية، كيقول لنا بأن النموذج التنموي الحالي بلغ مداه، ولا يمكن لبلدنا المستقبل ديالها، مستقبل الشباب ديالنا، أن تتقدم بدون تغيير عميق في النموذج التنموي. وهذا واحد تحدي كبير. نعطي سؤال ثاني اللي هو إشكالية كبيرة. في البرلمان هذه السنة، السنة الماضية وهذه السنة، كان نقاش حول الفوارق الاجتماعية والمجالية بين على مستوى الوطن، الفوارق الاجتماعية بين الفئات والفوارق المجالية بين المناطق. وخرج واحد المؤشر اللي هو كيرتبط بالطرق. ويبان لكم هذه القضية البعض كتبان ليه بسيطة، ولكن نحن الآن في الجامعة ديال الجديدة، واللي كتستوعب إقليمين اللي هما الإقليم الجديدة والإقليم ديال سيدي بنور، واللي مجموع الدواوير المشكلة لهذ الإقليمين ماشي الجامعات، الجامعات حوالي 50، ولكن الدواوير أزيد من 2400 دوار، زيد من 2400 دوار. فالطرق محدد، ولهذا عدد منكم فاش كي في العالم القروي كيشوف مؤشر الهدر المدرسي كيرتفع، احد الاسباب الرئيسيه الاشكاليه ديال الطرق. من 1956 الى غايه 2015 عدد او المسافه ديال عدد الكيلومترات ديال الطرق القروية التي أنتجت ما تجاوش 11000. كنقول لكم 1000 ما بين 1956 حتى 95، ومن 95 2015 10000. والخصاص الحالي، هذا النقاش اللي كان في البرلمان وخدمات الحكومة، كشف بأن الخصاص هو 20000 كيلومتر، بمعنى جوج مرات ما هو منجز حاليا. هذا مؤشر على ان معدل الفوارق المجاليه في بلدنا معدل مرتفع وكبير جدا. كبير، لان فاش كتشوف 11000 مقابل 20000 كيبان لك الهوى. وهذا مؤشر ثاني. مؤشرات على الفوارق المجاليه كثيره، في التعليم، في الصحه، في، ولكن اخترت هذا المؤشر اللي كان موضوع نقاش على مستوى البرلمان، واضح في الحده ديال الفوارق الموجوده على المستوى الجغرافي والمجالي لبلدي. وانا التقيت برئيس الجماعه، قال لي كنصبحوا الصباح وكنلقاو دوار باكمله خوا، رحلت ساكنته الى المدينه. دوار بأكمل هنا على مستوى هذا المجال الجغرافي ديال إقليمي على مستوى الدكان. وهذا الشيء كان هذا المؤشر الثالث. نعطي واحد المؤشر الثالث اللي هو مرتبط بالخدمات العمومية وبالحقوق الأساسية، الحق في الصحة والحق في التعليم. في الحق في الصحة عندنا واحد المؤشر، والحمد لله المعافاة ديال الطلبة اللي صابوا أمس
تسمم، والحمد لله الصباح كلهم غادروا المستشفى، وشكرا لطاقم الطبي اللي وافق على ذلك. قلت المستوى الصحي المعدل العالمي 4.5 ديال الاطر الطبيه لكل 1000 نسمه، المعدل عندنا في المغرب 1.5. يعني محتاجين نضربوا العدد ديال الاطر الطبيه في 3 باش يلاه نوصلوا للمعدل العالمي. وفي التعليم عندنا واحد المؤشر كيفسر بشكل كبير لماذا المغرب في المؤشر ديال التنميه البشريه للامم المتحده دائما حنا في واحد الرتبه متاخره، وهو عدد سنوات التمدرس لكل مواطن. المعدل ديال الدول الناميه 6.5، الدول المتقدمه 12، المغرب 5.5. علاش؟ لان هنالك حوالي 10 ملايين مواطن، الوضعيه ديال الاميه ما عمرو قرا، فثلثين الاخرين سنوات التمدرس ديالهم كيقسموها معاهم باش كيخرج المعدل ديال عدد السنوات لكل مواطن، فكنبقاو دائما في مستوى ادنى. المجهود اللي دار ديال نحو الاميه الان لا بغينا نقصوا الاميه ب10 نقاط اي نوصلوا ل 20%، خصنا كل سنه نقضيو على الاميه ديال 1,100,000 كل سنه. شي بان لكم حاولت نعطي 4 ديال الارقام، رقم كيرتبط بالتشغيل، رقم كيرتبط بالفوارق المجاريه، ورقمين كيرتبطوا بالخدمات العموميه اللي مرتبطه بالصحه والتعليم، باش من باش نوعى لماذا المغرب كيواجه سؤال مصيري محدد لمستقبله كيتعلق بالاشكاليه ديال النموذج الجديد. تشخيصات كثيره، يعني لا خدينا الوثيقه الهامه اللي صدرت على المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيه، راه كاينه في السيت ديالهم حول هذه الاشكاليه في المهم، او لا خدينا الدراسه اللي دارها لوسيدي حول الاشكاليه تحليل متعدد الابعاد لإشكالية النموذج التنموي، واللي خلصت إلى أن هذه الاختلالات مرتبطة بالإشكالية ديال الالتقائية والحكمة، بالإشكالية ديال الرأسمال البشري، والإشكالية ديال التنافسية الاقتصاد الوطني، راه جوج مجلدات يمكن العودة للاستفادة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعني غتلقاو الجميع، لأن فاش كنشوفوا هذه الأرقام اللي تحددت عليها، كنلقاو خص جواب شمولي وعميق. هنا لابد من التأكيد على المسألتين، لأن السؤال لماذا جديد وإطلاق نموذج تنموي جديد والذي أجبت عنه بتقديمتي في المؤشرات، جواب يمكن نقولوا كاين اتفاق عليه، ولكن السؤال كيطرح هو في الكيف. احنا اتفقنا على تجديد النموذج، احنا اتفقنا على واش غادي نمشيو نديرو عمليه ترقيعيه، واش غادي نمشيو نديرو عمليه تجميليه، واش غادي نمشيو نديرو عمليه اختزاليه. لا، دعوه جلاله الملك كانت واضحه ان الجميع خصو يتعبا باش نخاطبو في مسار ديال تجديد عميق النموذج التنموي. ورجعوا للخطاب الاخير ديال افتتاح دوره اكتوبر اللي كان فيها الحديث على الروافد ديال التغيير، راه هذه عملية تغيير. ولهذا البعض كيعتبر بأنه سنحل المشكل ديال الكيف عن طريق استنساخ تجارب، أو البحث في وصفات جاهزة، أو البحث في نعم نستفيد من التجارب، ولكن نحن في حاجة إلى إبداع تجربة. هناك يجي الضوء إلى الجامعة وإعادة الاعتبار للتحصيل العلمي وإعادة الاعتبار للمكانة ديال الجامعة في صناعة القرار العمومي، وإعادة الاعتبار للجامعة في تأهيل وتكوين الأطر، وإعادة بمعنى الموقع ديال الجامعة موقع حساس ومصيري في المسألة ديال تجديد النموذج التنموي. هذا الامر الان هو الاخر موضوع اتفاق، فاش كيوقع الحديث على راس المال البشري في العمق المراجعه العميقه للمنظومه ديال التكوين. وانا نكون معكم
صريح، المنظومة ديال التكوين المهني محتاجة مراجعة عميقة. كاين شعب مواد اندثرت، وكاين شعب مواد خاصها تدرج، والعلاقة ما بين المنظومة ديال التكوين والحياة العامة على المستوى الاقتصادي والتنموي علاقة ينبغي أن تراجع. والمسألة ماشي مسألة ديال إضافة مؤسسات و لا، راه مسألة ديال مراجعة عميقة في المنظومة ديال التكوين والتأهيل المهني، وإحداث انسجام بينها وبين منظومة التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي. بدون استثمار حقيقي في البحث العلمي لن نتقدم. والثورة الرقمية اليوم كتفرض هذا الأمر. بمعنى الجودة ديال التكوين، الجودة ديال التعليم، الجودة ديال التعليم العالي، الربط بينها وبين البحث العلمي مدخل أساسي. سي سمان بن عمان فاش تحدث على في التجربة اليابانية إعطاء الاعتبار بشكل كبير للبحث العلمي، لأنه هو المفتاح. ونعطي واحد المقارنة بسيطة، لأنه في احنا في المغرب اليوم الناتج الداخلي الخام ديالنا ما كيتجاوش 150 مليار دولار. الولايات المتحدة الأمريكية ما تنفقه على البحث العلمي هو 3 مرات الناتج الداخلي الخام ديال المغرب. ما من تجاوب أبدا، ما من تجاوب أبدا. واليوم الناتج الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية كيشكل حوالي 25% من الناتج الداخلي ديال العالم، تقريبا حوالي 20 تريليون دولار. خمس الربع ديال الناتج الداخلي ديال العالم. إذا السؤال ديال كيف من حيث المنهج ينبغي أن نقطع مع المقاربات التي تقوم على استنساخ وجلب وصفة جاهزة. ستكون عملية ديال الإبداع مغربي. واحد، جوج، لا يمكن لهذا الإبداع أن يتحقق بدون إصلاح عميق للمنظومة ديال التعليم، التكوين المهني في التعليم، في التعليم العالي، في البحث العلمي، وإعادة اعتبار البحث العلمي بشكل كبير. المجهودات التي تبذلت لغاية اليوم بالمقارنة مع الماضي يمكن نقول حدثت واحد العدد من النقلات، ولكن غير كافية. المسألة الثالثة، لا في السؤال ديال كيف خص تكون البوصله واضحه، وهو ان النموذج التنموي رهانه المركزي هو المواطن، هو الانسان المغربي. هذه القضيه ديالنا. بمعنى لا نديروا النموذج التنموي اللي ما غاديش يكون عنده اثر على المواطن لن يحقق ذلك شيء. وانا هذه القضيه عندي فيها تفاصيل، ولكن نظرا لضيق الوقت سامر عليها بسرعه، ولكن المساله واضحه. القضية الرابعة أن النموذج التنموي ليس هو النموذج الاقتصادي أو الاجتماعي. البعض يتصور بأن النموذج التنموي وهو العملية ديال إنتاج الثروة فقط. إذا خصنا نشوفو كان الثروة كتنتج الفلاحة أو الصناعة أو الخدمات أو السياحة، نعمل على تطوير هذه المنظومات وتعزيز هذه المصادر ديال إنتاج الثروة ونشوفو التوزيع. هذا كيختزل الأمر. هذه النظرة اختزالية. النموذج التنموي فيما هو اقتصادي، مختلف النظريات الحديثة اللي كتحدث عن النموذج التنموي كتحدث عليه بأبعاد قيمية، ثقافية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية وبيئية مرتبطة بالتدبير المستدام للثروات. فالنموذج التنموي هو نموذج متعدد الأبعاد، له أبعاد متعددة، ولا يمكن أن نتصور نموذج التنموي بدون ديمقراطية إصلاح سياسي، كما لا يمكن أن نتصور النموذج التنموي بدون عمق ثقافي، إعادة اعتبار الثقافة ولمنظومة القيم على مستوى المجتمع، كما لا يمكن أن نتصور النموذج التنموي بدون أبعاد اجتماعية، بمعنى الأثر ديال العملية البنية الاقتصادية على الوضع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في البلد، بمعنى هو نموذج متعدد الأبعاد. هذه المسألة. المسألة الأخيرة في النموذج التنموي أن النجاح فيه يقتضي نظام حكامة و
وتعبئة وطنية بقيادة واحدة. ولهذا العنصر القوة اللي احنا الآن في النقاش الوطني حول هذا الموضوع اللي يعني بالنسبة لي كيشكل واحد النقطة مفصلية، وهو أن هذا الموضوع يقوده على الأرض جلالة الملك والذي طرح. ثانيا هنالك قوى سياسية حزبية، التعددية السياسية في المغرب عنصر أساسي. ثالثا هنالك مجتمع مدني، ورابعا هنالك قوة شبابية في بلدنا، لأن هذه نعمة. ما نتصوروش بأنه هذا التحول الديموغرافي راه عنصر ضعف وقوة وسبب المشاكل، لا. وهذه العناصر قيادة ديال جلالة الملك، التعددية السياسية الحزبية، المجتمع المدني، النسيج الجمعوي الموجود، والقوة الشبابية الالتقائية، هي المجموعة الفعلية، هو اللي يجعل هذه التعبئة الوطنية تحقق النتائج ديالها، لأن هذا واحد المسار. لهذا أنا متفق مع الفكرة اللي طرحت ديال أن النموذج التربوي راه ماشي واحد العملية، نعم إصدار قطائع، ولكن ماشي عملية ناجزة بمعنى طفرة، بل هو صيروره تراكمية. والنجاح في الصيروره التراكمية كيقتضي الانخراط ديال الجميع في هذا المسار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.